من الأعمدة القوية في الأسرة، لأن الزواج هو آية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا؟ شوف شكون اللي خلق لي الله عز وجل من نفسه أول واحد؟ شكون؟ آدم عليه السلام. فين هذا الشيء؟ فين؟ الجنة. واش الإنسان يحتاج إلى السكن في الجنة؟ ياك هي الجنة كلها خير، ولكن الزوجة في الجنة كانت سكن، والجنة سكن، بل هي خير السكن. إذن الزوجة الصالحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أوتي وأعطي الزوجة الصالحة فقد أعطي شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. إذا أعطاك الله عز وجل نص ديال الدين ديالك هو المرأة الصالحة، ثم بين لك الشرع بعد ما تختار، بعد ما تكون هذه المسائل، بين لك واحد القضية مهمة جدا في الحياة الزوجية، كي تسير وكي تصفو بمشاكلها وبأحوالها. أشنا هي؟ ولا يفرق مؤمن مؤمنة، فإن كره منها شيئا أحب منها آخر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرق، لا يبغض، لا يكره. ما تكرهش هذيك المؤمنة، راه ربما هذيك شفتي فيها الجانب، ولكن فيها جوانب أخرى محمودة مطلوبة. العيب هو أنه يكون الخلل في كلها. مما يذكر أن فروخ ربيع الرأي هو ابنه، وكانت له زوج، وكان يخرج فروخ إلى الجهاد وإلى الرباط، وربيع من الشيوخ ديال الإمام مالك رحمة الله عليه، إمام دار الهجرة، الإمام ديالنا. ففروخ ترك أهله 24 سنة وهو مرابط في سبيل الله فتوحات، فعاد فطرق الباب وترك زوجه حامل حبلة. إذا خش خلاها، خلاها حبلة حامل، إذا ما في بالوش أنها وضعات. جاء طرق الباب، شكون اللي خرج لي؟ خرج لي ربيعة ولده، فأراد أن يدخل الدار، هو لا يعرفه والآخر لا يعرفه، تحكي له أمه عن والده. فلما أراد الدخول وقع في خلاف بينهما، الآخر يمنعه وذاك يريد دخول بيته، حتى سمعت زوجه به، سمعت صوت زوجها، فقالت: ذاك والدك، ذاك والدك. فدخل ثم رحب به وجلس بعضهما إلى بعض ثم انصرف. فلما صار فروخ إلى المسجد وذهب لحضور الدرس، فإذا بربيعة وقد عقد له مجلس في المسجد ويدرس الناس ويعلم. هذا الرجل ترك زوجه وترك ولده في بطنها 24 سنة، فلما عاد ترك لها مبلغ من المال فأنفقته في تعليم الولد وفي تثقيفه وفي تربيته، فأنتج وأعطى، أعطى من؟ ربيع الذي هو شيخ الإمام مالك، وكان معروفا بأنه مؤدب، يؤدب الصغار، والأدب جم مطلوب عند الصغار لتعلم العلم. الشاهد عندنا على أن هذه المرأة حافظت زوجها في غيابه، ودفعته إلى تعلم العلم. شعيب بن حرب رحمة الله عليه كان يريد أن يتزوج، فيطرق الأبواب ويقول لمن أراد الزواج منها: إني رجل سيء الخلق، إني رجل سيء الخلق. فيقولون: وكيف نزوجك وأنت سيء الخلق؟ اذهب. لا يزوج أحد عاقل ابنته لرجل سيء الخلق. فماذا وقع؟ الزوجة التي تزوج بها دخل ونظر إليها النظرة الشرعية فقال لها: إني رجل سيء الخلق. قالت له: أسوأ منك، من يدفعك أن تكون سيئة الخلق؟
فهمتوا المضمون والجوهر. قالت لي أسوأ منك اللي غدفعك تخليك تكون سيء الخلق. إذن دورها علمته وخبرته بأنها تمتص غضب الزوج وتهيئ له البيت والسكن، لأنه سمي سكن من السكون والهدوء والراحة والطمأنينة. وانظروا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى من قبلها، من خديجة رضي الله تعالى عنها، وشوف حادثة نزول الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ياك في غار حراء كينزل، فمني كينزل ورأى جبريل أول مرة بهيئته التي خلقه الله عز وجل عليها عليه السلام، فلما رجع إلى خديجة ماذا فعلت؟ شي السيرة النبوية محطات فيها عظيمة عميقة جدا، قد يمر عليها المرء ولكن لها دلالات كبيرة. ياك كنا كنعرفوا هذه القصة قريناها في ابتدائي وفي الإعدادي، ياك حافظينها. من ينزل اش قال لخديجة رضي الله تعالى، اش قال لها؟ مني كان جاي من الغار وجاء جبريل وأول نزول الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام، زملوني اش قال لها؟ زملوني زملوني دثروني دثروني، اشنو؟ اش دارت ليه؟ خديجة رضي الله تعالى اش قالت لي؟ الله يرضي عليك. مازال باقي لا باقي ما وصلاتش. جابتو خلاتو جلساتو وجابت لي داكشي اللي بغا وجلسات ما دواتش. تابرد النبي صلى الله عليه وسلم عاد باش بدا كيحكي ليها، هذا راه درس، ماشي الراجل جاي داخل من الزنقه فواحد الحاله في الخدمه والمراه مالك جايب عجاجتك ياك ما كاين باس، ولا يدخل راه الدري دار كذا راه وقعت كذا، مع الدخله البوطره قادات. شي الزوجه اش دارت؟ نفذت اش طلب النبي صلى الله عليه وسلم وجلساته حتى هدأ روعه كما جاء في السيره. فلما هدأ روعه قالت لي راه عاود لي، فقالت لي لن يخزيك الله، ودات واحد الورقه بن نوفال وكذا، وجدات معاه الحلول بعد ما امتصات ما فيه. ولذلك اش قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا خديجه بنت خويلد ومريم بنت عمران واسيه بنت مزاحم وفاطمه بنت محمد، وفضل عائشه على النساء كفضل الفريد على سائر الطعام. داكشي علاش النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجش على خديجه، حيت مراه كامله. فهمتوا علاش؟ مراه فيها كل شيء. إذا حنا خصنا نتأساو النساء ديالنا بخديجة. هذاك اللي باغي مرة بحال فاطمة رضي الله تعالى عنها خصو يكون هو بحال علي رضي الله تعالى عنه.